كل اللي يسمعونا وعم يحضرونا هلا عين عم رج، ما حدا هرب من بيته، طلع انفجار حضنا انا بالصيفي فيلج حاليا لانه بوسط بيروت، طلع انفجار كثير كبير كسرت كل الواجهات، في ناس معوره الحمد لله نحن ما صرنا شيء، كله تكسر، ما حدا انا لسه مش عارف شو صاير، انفجار كثير ضخم، ما بعرف مين ضرب مين انفجر. نحن منيح، نحن منيح الحمد لله. حدنا الانفجار صار، حدنا دغري ديركت الانفجار صار. ما حدا يظهر من بيته، كله يقعد ببيته، الله يرضى عليكم. الحمد لله نحن بسلامة. طلع صوت انفجار فجأة كثير قوي، كسرت المنطقة كلها. شايفين؟ أكلنا رعبة، الحمد لله رب العالمين، نحن بعدنا ما صرنا فيه. في عالم معورة، ما عرفنا شو لسه، في ناس عليهم دم. ما عرفنا شو المصدر، ولكن الحمد لله نحن بعدنا بخير، بس الصوت كتير ضخم وكتير قوي. بثواني صار الانفجار، طلعت لايف كرمال بس اقول للعالم يلي بريد بيته يقعد على بيته بليز. انفجار ضخم 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 جدا، والله اعلم شو صاير ومين ضارب. انتبهوا حالكم جميعا، ما ظهر من بيته، الله يسر بهالبلد، ما بتعرف شو الواحد بيصير معه. الله يسر، الله يسر، وما يكون حدا كثير متأذي، ما يكون في اضرار كثير كبيره. هون في واحد معور كمان دم. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اللهم سلم. ما حدا عرف شو صار. كنا عم نصور هالعرسانه، حرام اكل الوحده، الله اعلم شو صار. انا هوقف لايف ارجع اتخبى. المهم ما حدا فهم شو صار ابدا، وصلنا تخبينا بمحل هلا ظاهرين رجعين نتخبى. هوقف اللايف، يمكن والله اعلم انا مصور لحظه الانفجار، اذا كانت معي نزلها على فيسبوك او السوشيال ميديا اذا دقينا، والله سلمنا ان شاء الله. ادعولنا بالسلامة، ادعولنا نقدر نوصل على صيدا على بيتنا بخير السلامة. الله اعلم شو صار. يلا معك معك، الله اعلم. شايفين دمار كل واجهات المحلات كسرت.